على عكس يناير كانون الثاني مطلع كل عام، ما زال باعة الكمأ غائبون عن أسواق مدينة الفلوجة لأسباب يراها بعض المواطنين وكذلك الباعة لقلة الأمطار، فيما يتحدث آخرون أنه من المبكر الحديث عن الكمأ حتى نيسان من كل عام. كان هذا الرجل يتوقع وجود الكماء، لكن عدم توافره في السوق حال دون إكمال تسوقه، وهذا ما ينطبق على آخرين كذلك. تأملنا في هذا الموسم الشتائي أنه تكون يعني كميات كبيرة من الكماء في أسواق مدينة الفلوجة وعموم محافظة الأنبار، لكن ما نشاهده أن وجوده شحيح جداً، وقد نعزي هذه الأسباب إلى قلة الأمطار. يعد هذا الرصيف بورصة لسوق الكماء، لكنه خال من هذا الفطر الذي يوصف بأنه لحم الفقراء، يأمل الباعة نزوله للسوق خلال الشهرين المقبلين. والله مو ذاك الشمال، مو لو مطر يتوفر، بس ماك مطر حال هذا يطب كيلو فوق 25-30 ألف كيلو مالك، فوق 30 ألف أول ما يطب، بعدين ينزل 15-14. كان هذا الشارع قبل عام يشهد وجود عديد من أصناف وأنواع الكماء، وغيابه الآن يولد تصورا واضحا عن كميته هذا الموسم وأسعاره المرتفعة في حال توافره. نبيل عزامي، يوتي في الأنبار.